تفضل. شوفي كاتيا، فيروز خانم بعتلك هذا يا مدام. شو صاير؟ ماما بعتتها لتعتذر مني بمصاريك. مرة غريبة. حلو. سنة حلوة يا سمر. قطع القالب منيح حتى نترك لهم منه. وبالله شلون بده يقطعه؟ بكره سليمان افندي بيعمل غيره الن. مزبوط حكيك. انا عيد ميلادي بعد كم يوم، لو حطيت شمعة عليها وطفيتها. انفخي هاي. شكرا. في حدا بده شاي؟ ايه صبينا كنا. يسلموا ايديك سليمان افندي، كتير طيبة. صحتين وهنا. خلونا ناخد للخانم. الخانم ما بتاكل شي بهالساعة. فيروز خانم ما بتحب الجاتو اللي بعمله. هي اكلت اللي بدها تاكله بالنهار. الو، نعم. فيروز خانم، انا حلمي. عرفتك لانه انت ما اتصلتي لتتشكريني، فقلقت كتير، قلت بتصل انا. انت اكيد كنت مستني لتشمت فيني، ما؟ لا معقول هالحكي، انا اتصلت حتى اسمع صوتك. انا ماني حابه اسمع صوتك ولا حابه اشوف وشك، عم تفهم؟ فوق كل شيء عملته عم تحكي هيك؟ أنا بتليفون واحد حليت لك مشكلتك، هلأ الشكر لهالدرجة صعب عليك؟ الشرطة طالعتني لأن عرفت إنه أنا بريئة، ما لي علاقة لا بلعب ولا بأمار. أنا كنت هنيك لشوف رفقاتي. يوم عن يوم عم تغرقي أكتر يا فيروز خانم، وأنا كل شغلتي إني روح غطي فضايح عائلة مالك بيك. حقير. بالأول أخذت الفيلا وخلصتك من الإفلاس، والتاني اليوم ادعي الله يجيرك من التالتي. الله يلعنك حقير، الله يلعنك حقير. يسلموا كتير حياتي. صحتين وهنا. شو صاير؟ ليش عم تضحك؟ فيروز خانم قالت اتصلت حتى تتشكرني، ام تضحكت. فيروز خانم دقت لك وكمان بدها تتشكرك؟ اي نعم، قلت لك هيك رح يصير. Ha 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 ha!
كيف عملتي هيك فينا كيف؟ لعبتي قمار يا ماما؟ فيروز خانم رح ارتاح من جواتي. ما هي المصيبة، صرنا بإيدين هاد الواطي بسببك. وأنا كل شغلتي روح غطي فضايح عائلة مالك بيك. أنا مستغرب كتير اللي عم يصير يا خانم. شفتي لمين وطيتي راسنا؟ صرنا ورقة بيد هاد الزلمة، صرنا ورقة بيد الزلمة، صرنا ورقة بيد الزلمة. جبت لك الحليب. انقلعي يا خان. انقلعي لك انقلعي. روحي. يا خانو شو صاير؟ فيروز خانم عم تنتحر. شو؟ عم تشرب كل الحبوب. فيروز خانم، فيروز خانم شو صاير؟ شو صار؟ قديش شربتي؟ فيروز خانم روحوا. كاتيا روحي وقفي تاكسي وما تخلي حدا يحس بشي. يلا انا ما بدي روح لأي محل خلاص. دقيقة اللي بي الله يخليك. يا فيروز خانم قديش شربتي؟ قلت لك روحي. احنا لازم نروح على المشفى فورا. لك اتركوني ما بدي. رح نحل المشكلة قبل ما تجي عائلة عدنان بيك. اذا سمعت سمر خانم رح تزعل. كلكن عم تحاولوا تخلصوا مني، كلكن حتى سمر. الله يخليكي ما تحكي هيك. انا بدي موت، اتركيني انقلعي. اتركوني بدي موت، اتركوني اتركوني اتركيني. كاتيا التاكسي جاهزة؟ كاتيا يلا تعي ساعديني، خلينا نلبس، اعطيني المانتو. يلا انا اسفة ما قصدي، كان لازم تصحي. انت سبقيني على السيارة وما تخلي حدا يعرف بشي، ما بدنا حدا يعرف انه طلعنا برات البيت. يلا مثل ما بدك. Thank you.